زي ما وعدتك بالظبط يا مدام، استلمتك رقاصة ورجعتك رقاصة. ما هو علشان كده لو هيحصل شغل تاني بيني وبينك مش هتناقش معاك ابدا. انا اصلا احب اللي يوعد وينفذ. وانا سعيد جدا بمعرفتك يا مدام سونيا، كانت ليلة من اجمل ليالي العمر. اتفضلي. ايه ده، مش عايز تديني الفلوس في الشارع؟ وكمان ما يصحش نبقى واقفين قدام البيت من غير ما تطلع تشرب كاس معايا. لا هو في الحقيقة أنا هتقول عندي شغل الصبح بدري، مش مشكلة، ابقى انزل من عندي على الشغل. لا أصل يعني ما يعنيش ولا حاجة، في حاجات كتير لما الواحد يفكر فيها قبل ما يعملها بتبوظ ويبقى دمها تقيل. اركن كويس وانزل. الو الو، اكلم خالد بيه مدكور من فضلك. مين خالد بيه مدكور ده؟ طالبه نمره كام حضرتك؟ 50 60 1. ايوه النمره مظبوطه، بس ما حدش عندنا بالاسم ده. طب متشكره. حضرتك برضه يا فندم؟ مفيش حد عندنا اسمه خالد مدكور. انا بقالي على السويتش 7 سنين الاسم ده ما وردش عليا خالص. دي نمرة ايه بقى بالظبط؟ دي شركة ولا مصلحة ولا ايه؟ احنا هيئة الصرف الصحي. طيب متشكرة.